انعقدت اليوم الثلاثاء بمدينة تونات أشغال الدورة 16 للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة تونات. وبهذه المناسبة قدم مدير الوكالة الحضرية لتازة تونات محمد طيط عرضا حول المشاريع المنجزة خلال سنة 2017 وتلك المبرمجة برسم العام الجاري، والتي تهم تصميم التدبير الحضريين، وكذا البرنامج المتوقع برسم الفترة 2019 و2021. تم عرض مختلف المشاريع المنجزات التي قامت بها الوكالة الحضرية خلال سنة 2017، وكذلك مختلف المشاريع المبرمجة خلال سنة 2018 والتي تهم مجال التدبير الحضري وكذلك التخطيط الحضري. وتم كذلك إعداد وتقديم برنامج العمل للسنوات المقبلة 2019-2021، بالإضافة إلى الإجابة على مجموعة من الأسئلة ومجموعة من الاستفهامات التي طرحها مختلف ممثلي الجماعات الترابية وكذلك أعضاء المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة تونات. وصادق المجلس الإداري للوكالة الحضرية لتازة تونات المنعقد بحضور عامل إقليم تونات حسن بالهدفة ومسؤولي جماعات ترابية وممثلي مختلف القطاعات، صادق على التقريرين الأدبي والمالي للوكالة برسم سنة 2017 وبرنامج العمل سنة 2018، وكذا على اتفاقيات الشراكة في هذا المجال.